السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد خير البرية، وصل على سيدنا محمد كنز العطايا، وصل على سيدنا محمد جميل السجايا، وصل على سيدنا محمد عظيم المزايا، من بالصلاة عليه تغفر الخطايا، وتوافى النعم وتندفع البلايا، وتحل الخيرات وتزول الرزايا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، أحبائي في الله، أتمنى دايما يا رب أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. سورة عظيمة وجليلة فيها أسرار ربانية مكنونة، اقرأها بهذا العدد وبهذه الطريقة النورانية وبإذن الله سترى العجب العجاب. سيسخر الله لك جميع الخلق ويكون لك ملك عظيم ومال كثير وجاه ورزق وفير ورفعة عجيبة بين الناس، وحاجتك ستكون مجدية بإذن الله تعالى. بمجرد ما تقرأ هذه السورة المعجزة بهذه الطريقة الصحيحة وتلتزم بشروطها الكاملة، بسرعة سينزل الرزق عليك كالمطر، وسيهيبك الله قوة من بعد ضعف وفرحة كبيرة من بعد حزن حتى ترضى، ويهون عليك كل شيء صعب وضاق به صدرك. سترى الأفراح والأرزاق والبركات تفيض عليك، وأبواب الرزق تفتح لك بطريقة عجيبة لم تكن في حسبانك. أحبائي في الله، لا تجعلوا شهر شعبان ينتهي وأنتم لم تفعلوا هذه الفائدة، ستكونوا من الخاسرين. لا تتركوا الشيطان يمنعكم عنها، فهي بإذن الله تجلب لك الخير والرزق وتجلب لك أرزاق لا تعد ولا تحصى. فإن هذا الشهر هو شهر رفع الأعمال، فأكثروا فيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الاستغفار، ففائدة اليوم هي فائدة مضمونة وناجحة لجلب المال والرزق السريع. وكل من دخل هذا الفيديو بفضل الله تعالى لن يخرج حتى تحدث معه بشارة ويتحقق له ما يتمنى بمشيئة الله تعالى. فإذا أردت فعل هذه الفائدة فعليك بترك تعليق بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت زائرا جديدا لهذه القناة، يشرفني أن تشترك معنا وأن تفعل زر الجرس حتى يأتيك إشعارا بكل حلقة جديدة، ولا تنسى ضغط زر اللايك حتى تساهم في نشر الفيديو إلى كل المسلمين. ردد هذه السورة العظيمة 7 مرات، سورة واحدة في شهر شعبان، سيعطيك الله الخير والرزق ويرسل إليك من يعطيك المال بفضل الله تعالى بعد أن تفعل هذه الفائدة. فهذه الفائدة مجربة ومضمونة بفضل الله تعالى، وفعلها الكثير من أولياء الله الصالحين ومن أتباعه بفضل الله. اجلس بعد أن تكون طاهر الثياب والبدن، وأن تكون متوضئ وتحسن الوضوء، ثم تصلي ركعتين لله بنية قضاء الحاجة وبنية ما تريد، ثم اجلس بعدها في مكان طاهر ونقي وبعيد عن أعين الناس، وتجلس بغرفة منفردا لوحدك إذا أمكن، وابدأ بالفائدة بفضل الله تعالى، واستفتح هذه الفائدة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حبيبنا محمد وشفيعنا صلى الله عليه وسلم وعلى آله بأي صيغة شئت، وأفضل الصيغ هي الصلاة الإبراهيمية كما تعودنا. فإن كثرة الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تفتح لك الأبواب المغلقة، وتنقي قلبك من الذنوب، وتطهر قلبك من كل شيء سيء. بعد ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم 99 مرة أو بأي عدد شئت، ثم بعدها تقرأ سورة الواقعة 7 مرات بنية التيسير والفتح بفضل الله تعالى. ثم بعدها تقرأ سورة الواقعة، وهي سورة ممتازة وسورة مباركة لكثرة الرزق والأموال. الواقعة فيها أكثر وأبرز التجارب الناجحة التي كان لها تاريخ طويل في حياة بعض الأولياء والعارفين بالدين. أكدوا أن سورة الواقعة لها أثر كبير في تغيير حياة الإنسان وظروفه المعيشية وفيما يتعلق بمشاكل الرزق والمال وقضاء الحاجات. وبعدها تستغفر الله العظيم وتقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. تقولها 70 مرة، تستغفر الله بهذه الصيغة 70 مرة. فإن الاستغفار دائما يا أحبابي يكثر أيضا من الرزق،
تستغفر الله بهذه الصيغة 70 مرة أو 100 مرة كما شئت وقدر استطاعتك دون أن يقاطعك أحد. ثم بعدها بفضل الله تعالى اقرأ هذه الآية القرآنية المباركة 7 مرات وهي من سورة الأنبياء الآية رقم 73 في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوصينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صدق الله العظيم. تقرأ هذه الآية 7 مرات ثم بعدها تختم بهذا الدعاء وأنت رافع يدك إلى السماء لله سبحانه وتعالى وأنت خاشع ومتضرع: فإني داع فأمنه. فإن هذا الدعاء يريح القلب ويطمئن النفس، فإنه دعاء بفضل الله تعالى. كلما خشعت وأنت تدعو بهذا الدعاء وتعمل هذه الفائدة، كلما فاض الله عليك من الخير وأرسل إليك الرزق وصب عليك من السعادة والخير والرزق بفضل الله تعالى. ارفع يدك إلى السماء وأنت متضرع وقل معي هذا الدعاء: اللهم إنا نشهدك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا يا إلهنا يا مولانا يا سيدنا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا مغيث اللهفات. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. اللهم أجرنا من النار وحرم أجسادنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب منها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب منها من قول وعمل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب الرزق والسعادة والرضا والهنا، وسد عنا ديننا، ونقنا من الذنوب والمعاصي. وافتح لنا أبواب الهنا والرضا والسعادة، واجبر بخاطرنا، ونجح مقاصدنا، ونجح أولادنا، واجعلهم من الناجحين المتفوقين، واجعلهم من السعداء يا أرحم الراحمين، واجعل حياتنا أفضل مما كانت وأسعد مما كانت يا أرحم الراحمين، واجعل حياتنا أفضل مما كانت وأسعد مما كانت يا الله. ردد هذا الدعاء مرة واحدة، واختم بالصلاة على الحبيب بالصلاة الإبراهيمية صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وبفضل الله تعالى بعد أن تنتهي من عمل هذه الفائدة، كلما أخلصت النية وطهرت قلبك بفضل الله تعالى، كلما طهرت قلبك وخشعت وتضرعت لله سبحانه وتعالى، وأنت تفعل هذه الفائدة في هذه الأيام المباركة قبل دخول شهر رمضان بإذن الله تعالى، كلما فتح الله لك خزائنه المليئة التي لا تنفذ، وبفضل الله تعالى سترى الخير والبشارة والسعادة بفضل الله تعالى. فأخلصوا النية أحبتي في الله وأنتم تفعلون هذه الفائدة، واخلصوا الدعاء بفضل الله تعالى ستروا الخير والبشارة والسعادة. ونسألكم الدعاء بظهر الغيب: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحم من أعان على نشر هذا الفيديو، وأن يوسع رزقه، وأن يقضي دينه، وأن يعزه من الفقر، وأن يكفيه بحلاله عن حرامه، وأن يكفيه بفضله عمن سواه. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في خير.